يسألوا وما دام يحدو بنا فكره فدوما. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وتحية صباحية أيضا من القلب للقلب لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح الذي نطل هذه الفترة حقيقة من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. حديث شائقة وماتعة بصحبة الكتاب ومختلف أيضا دور النشر المتوزعة والحاضرة من مختلف أقطار العالم. اليوم حديثنا راح يكون إن شاء الله تعالى عن قراءات في الأدب العماني الحديث. نسعد حقيقة بوجود أيضا الشاعر والناقد من المملكة العربية السعودية الأستاذ حامد بن عبد الهادي بن عقيل. صباحات الخير لك أستاذ حامد، وإحنا جدا سعداء حقيقة بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح وبوجودك أيضا بين أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب. أهلا ومرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ سيف، أستاذ حفظاء. أهلا وسهلا بك أستاذ حامد. يعني كما نعلم أستاذ أنه معرض مسقط الدولية للكتاب أرضية ثقافية خصبة للكتاب والأدباء والمثقفين والباحثين والقراء للالتقاء لتبادل الآراء والأفكار والمعرفة بشكل عام، ولكن كيف نحقق هذه الاستفادة من معرض مسقط الدولي للكتاب في هذه النسخة بالتحديد؟ هذه النسخة بالنسبة لي هي النسخة الأولى. جميل. إن شاء الله. أنا زرت عمان لأول مرة 2007. ما شاء الله. وكان لي أمسية شعرية في النادي الثقافي. نعم. وخرجت بانطباع كما يقول فاروق شوشة رحمه الله في أحد أبياته: قد يطاق الجمال فردا ولكن كل هذا الجمال كيف يطاق، ولكن بتعديل بسيط: قد يطاق اللطف فردا ولكن كل هذا اللطف كيف يطاق. الله الله. عمان الله. بلد جميل، أهل لطيفين، وعمان في 20 عام الأخيرة تقريبا فيها حراك وحيوية أدبية تغري. نعم. أي ناقد أن يكتب عن عمان وعن إبداع عمان وعن تاريخ عمان. نعم. تكلمت لربما عن عمان بشكل عام، ولكن ماذا عن انطباعك الشخصي عن القارئ العماني؟ ونحن يعني بوجودنا أيضا في هذا المعرض، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 28، ووجودك أيضا بين الأروقة حقيقة، كيف وجدت انتقاءات واختيارات القارئ العماني؟ أولا المعارض تقريبا غالبيتها متشابهة. نعم. فأريد أن أتحدث في معرض مسقط الذي أحضره لأول مرة عن شيئين فريدين لاحظتهما في هذا المعرض، وهي ليست في أن يكون ضيف الشرف من داخل عمان وليس ضيف خارجي، أن يعرف بمحافظة زي الظاهرة أظن هذه السنة، ويمكن محافظات أخرى كانت في السنوات الماضية. صحيح. فهي فرصة أن يتعرف العماني على وطنه، وطن الثري. للأمانة عمان وطن ثري في تضاريسه، في ثقافاته، في وجلت فيه. أنا مضيت أكثر من مدينة وأكثر من هذه الظاهرة الأولى. نعم. الظاهرة الثانية أن يكون هناك وقت مخصص للأطفال. صحيح. أول مرة أجي المعرض الصبح، لأنه افترض أنه إحنا بعد الساعة 2. نعم. أبهجني أن أرى كل هذه الورود، هؤلاء الأطفال. صحيح. الوقت المخصص أيضا لطلبة المدارس حقيقة. نعم. وفي فترة لطالبات المدارس وفي فترة لطلبة المدارس. قلت القارئ العماني، أقول لا يمكن أن ينتج هذا الأدب إلا في أوساط قارئة. أنا أعرف أنه كثير حتى عوائل، أنا أتذكر مثلا رحمه الله محمد الحارثي، أخته أزهار الحارثي، قريبته جوخ الحارثي، ففي عمان توجد عوائل قارئة وعوائل مبدعة. جميل. يعني اليوم نحن أيضا نستثمر وجودك معنا في برنامج قهوة الصباح ونتعرف من خلالك على جديدك والإصدارات أيضا التي حرصت على التقائها هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب. شغلت كثيرا بكتابي ممحاة العدم. نعم. هذا نعم. الكتاب صادر عن دار الحوار وهو موجود في المعرض. نعم. ضم 9 دراسات نقدية، 3 دواوين شعرية و6 روايات. وجدت صعوبة في انتخاب الأسماء لأنه فعلا فيه كثيرين، يعني غير التسعة يمكن فيه عشرات أستطيع أن أكتب عنهم. نعم. لكن انتخبت ما يمثل الأدب العماني، ما يفيدني أنا كناقد
لأن يعني عندما تجد نص جيد فأنت ستكتب دراسة نقدية جيدة. كتبت عن عبد الله الريامي، صالح العامري، فتحي الصقري، هذا في قسم الشعر. زهران القاسمي، بشرى خلفان، محمود الرحبي، بسام علي، سليمان المعمري، وليلى عبد الله، هذا في قسم الرواية. حرصت على اقتناء أيضا كتب نقدية، كتب في النقد. وكما قلت لطف العمانيين لا ينتهي، وصلني كتب يعني حتى على الفندق يجون يوصلون الكتب، أجي في المعرض وأحصل على نسخ، فتقريبا ما تركوا لي فرصة أني حتى أشتري كتب روايات شعر. نعم، شيء ممتع بالضبط. ولكن أيضا أستاذ حامد، يعني أنت ما شاء الله عليك كتبت كثيرا في عمان، ولك زيارات أيضا كانت متعددة لعمان، زرت فيها مختلف المدن والمحافظات. اليوم أبرز ما تناولته كتاباتك حقيقة عن عمان، ولماذا تحديدا عمان؟ لماذا عمان؟ أنا ناقد تأويلي، منهجي هو المنهج السيميائي. إذا وجدت نص جيد فأنت تستعمل النص. أنا النصوص العمانية يعني مغرية أن الواحد يكتب عنها، لكن الذي يجعلني أكتب أنا وغيري يكتبون الجوائز التي حصلت عليها عمان في السنوات الأخيرة. جائزة كتارة حصل عليها اليحيائي، جائزة البوكر حصل عليها زهران القاسمي، فهذا مؤشر يدلك، هذه بوصلة تقول هنا فيه إبداع يستحق أن يكتب عنه. ودائما عمان يشير أيضا لها أن هي بوابة للسلام وملتقى أيضا للجميع، ولكن كيف تؤثر الآن الثقافة والتاريخ العماني في الأدب الحديث لسلطنة عمان من وجهة نظرك أستاذ؟ عمان السعودية مجموعة دول عندما ازدهر فيها الأدب في السنوات الأخيرة ألغت الفكرة القديمة الخاصة بالمراكز و الهوامش. وكنت حتى أتحدث مع أصدقاء أقول في أي مجتمع موجود في متعددة ثقافات هو مظنة أن ينتج أدبا جيدا، لكن الإشكالية يعني قديما كانت في أن المراكز مهيمنة في مسألة النشر فقط. عندما صار الحصة عادلة في مسألة النشر والنشر مفتوح، وهذا برزت أقطار عربية كثيرة، عمان، السعودية وغيرها من الدول. عمان كما قلت السنوات الأخيرة تقريبا تعيش أزهى عصورها، وحتى أنه كل ما تقرأ لشاعر عماني ثم تكتشف آخر ثم تكتشف آخر تقول ما شاء الله، هذا كأنك فاتح كنز وتتعدد الأصوات في عمان، وهي على فكرة يعني ليس إبداع حتى متشابه وإنما متعدد. إن قرأت الرواية العمانية تجد فيها كل أشكال، رواية محمد العجمي تختلف عن رواية بشرى خلفان، تختلف عن رواية زهران القاسمي الذي يهتم بشيء محدد له علاقة بالقرية. نعم صحيح. محمد العجمي على سبيل المثال عنده رواية بطلها رجل آلي، ففي تعدد، وحتى في الأحجام رواية 600 صفحة ورواية تجدها 60 صفحة، يعني شيء مدهش فعلا متنوع. أنتم لا يوجد لديكم غزارة إنتاج فقط، إنما غزارة إنتاج مع تعدد. فأي شيء أنت كناقد، أنا كناقد إذا أريد أستخدم أجد أمامي خيارات كثيرة. النص الذي أريد أن أطبق عليه النظرية أطبقها بسهولة، لأني أمام ثراء إبداعي مدهش. نعم، وبما أنا تكلمت عن الثراء الإبداعي، اليوم إحنا أمام شاعر مميز ورائع أيضا، وبما أنه موجود معنا في الاستوديو ففيني من الرغبة واللهفة حقيقة للاستماع لشيء من نظم أبياتك أيضا كذلك. أستاذ حامد، إذا كان يحضرك حاليا حاجة ولو بيتين شيء على السريع يعني. وللأمانة ما حضرت شيء، ولو كنت هذا نعم. أجيب معي كان ديوان حتى أتشرف بهداء لك. بارك الله فيك، بارك الله فيك أستاذ حامد. طيب اليوم نتكلم أيضا عن هذه التظاهرة الثقافية وهذا أيضا الميدان الفكري حقيقة من المعرفة بحضور مختلف أفراد المجتمع وبمشاركة أيضا دور نشر من مختلف أقطار العالم. اليوم حاضرين يقدموا الجديد من الإصدارات والحديث من الكتب. أهمية فعلا أن يكون للشعراء وللنقاد أيضا حضورهم ومشاركتهم في مثل هكذا مشاهد ثقافية.
النقاد يزاحمون الناشرين في توجيه القراء. نعم. حتى لا تكون فقط هي دور النشر المهيمنة وتوجه القراء وتتحكم في ذائقتهم. النقاد أيضا يشيرون إلى الأعمال الجيدة. يدور على هامش المعرض الكثير من اللقاءات المثاقفة، الأمسيات والفعاليات، وأنا لاحظ ما شاء الله فعاليات كثيرة في المعرض. كان فقط أنها أحيانا تأتي فعاليتين تريد أن تحضرها هي في وقت واحد، لكن ليس حتى أنت أشرت إلى الإصدارات الجديدة. نعم. إحدى دور النشر معيدة إصدار كتب محمد الحارثي رحمه الله. هذه الكتب أنا حاولت أحصل عليها لأكتب عنه، يعني اجتهدت، حتى أصدقائي العمانيين فشلوا في أنهم يزودوني بنسخة. نعم. ثم أفاجأ أن إحدى دور النشر هنا أعتقد عمانية نثر أو هذا معيدة إصدار الكتب كامل، فهذا شيء جيد أنه يكون فيه نشر وإعادة نشر وإصدارات جديدة وإصدار الإصدارات القديمة وطبعات جديدة، هذا يدعم. نعم. طيب أستاذ، ذكرت من خلال حديثك أن هناك في غزارة في الإنتاج والتعدد في الكتب والأدب العماني بشكل عام. هنا نتحدث عن عمق المحتوى وأهمية أن الكتاب يكون ذو محتوى ثري بالفعل بالمعلومات بالتاريخ وبالأدب عموما بشكل عام. تستطيع أن تستقي تاريخ عمان من روايتين لبشرى خلفان على سبيل المثال. نعم. أو رواية اليحيائي. تستطيع أن تعيش البيئة العمانية وتفاصيلها من خلال رواية مثل القناص لزهران القاسمي. نعم. يصف كل شيء فيها، يصف حتى النباتات في عمان صرت تعرف بالضبط التفاصيل الدقيقة لها. نعم. هو متنوع وثري، ليس سرد تاريخي فقط، سرد تاريخي وسرد بيئي يعني فعلا متنوع وثري لدرجة أنه يقدم صورة جيدة عن عمان. جميل. طيب، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورة 28 بهذه الحلة الجديدة أيضا سيد حامد، يعني لم يقتصر فقط على دور النشر التي تقدم الكتب حقيقة للقارئ الكريم، وإنما تعدى ذلك الأمر إلى إقامة الكثير والعديد من الفعاليات والمناشط والبرامج والورش أيضا التي تقدم هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ومصاحبة ومرافقة أيضا للمعرض. أنت كنت أيضا حاضر ضمن الورش المقدمة، أبرز ما تناولت حقيقة من موضوعات ومن محاور ومن عناصر في الورش اللي قدمتها تحديدا. هي كانت حول الأدب العماني. جميل. لكن حضرت فعاليات أخرى، زي حضرت الأدب الرياضي. نعم. لأول مرة تقريبا أنا من الناس اللي تساءلت بعد ما انتهى اللقاء، كان الأستاذ سليمان المعمري ومعها في النادي الثقافي، بعد اللقاء تساءلت أنه أحيانا هناك زوايا نحن لا نتنبه إليها، زوايا أو موضوعات. نعم. محددة لا ننتبه إليها. الأدب الرياضي الآن يتساءل الواحد لماذا لم أكتب في هذه الناحية. على سبيل المثال المعرض ما شاء الله فعالياته أيضا متعددة، في احتفاء أيضا بالإصدارات الرقمية موجودة، الصورة والصور البصرية وهذا موجودة بوفرة، جهات وهذا مشاركة من دول الخليج، لاحظت المجلس الوطني الكويتي، لاحظت قطر، السعودية، جامعة طيبة. والفعاليات أيضا الملاحظ أنها ما لها جهة واحدة هي اللي تنظمها، النادي الثقافي له مجموعة من الفعاليات، بعض دور النشر نظمت فعاليات، وزارة الثقافة تقريبا منظمة فعاليات، وزارة الإعلام منظمة فعاليات، حتى وزارة الصحة، يعني هذا شيء جيد. صحيح. يعني هناك في تنوع عموما في الفعاليات الثقافية وفراء. هنا. نعم. في معرض مسقط الدولي للكتاب، ونحن شاكرين وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك الأستاذ حامد بن عبد الهادي بن عقيل، شاعر وناقد من المملكة العربية السعودية. نتمنى لك بإذن الله إقامة سعيدة هنا في سلطنة. شكرا الأول. وشكرا لكم، وصباح الخير لعمان وأهلها. صباح النور. شكرا. 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 شكرا.
إذن مشاهدينا الأحباء، يعني كما استمعنا وشاهدنا قبل قليل الكثير من الفعاليات التي تقام في معرض مسقط الدولي للكتاب، مجموعة مميزة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الثقافية. وهذه المرة أيضا سنشاهد هذا الاستطلاع عن الانطباع العام عن معرض مسقط الدولي للكتاب، هذه النسخة مع الزميلة حوراء البريكية. كونوا معنا.